السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل حاجة أساس تحط المراجع في المقالة بتاعتك أو في البحث بتاعك إن أنت تدخل على جوجل سكولار وتكتب أنا عايز أدور على أي حاجة، وليكن مثلا إيجيبت، مثلا أنا عامل بحث عن إيجيبت مثلا كونستراكشن أي حاجة. هتفتح لك الصفحات، هتلاقي هنا مثلا الكتاب ده في كم واحد خده كمرجع ليه، هنا مثلا 2593. كل ما يكون الرقم أكبر كل ده ماذا يشجعك ان البحث ده قيم وناس كتير بتستعين بيه. هتيجي هنا هتقول له انا عايز اشوف المراجع دي، طبعا طريقة الكتابة الهارفورد، طريقة الكتابة الام ال اي للاي بي اي. كل عليك ان انت هتاخد الكلام ده كده كوبي وتروح على الوورد وتقول له بيست، وهكذا. كل ما تلاقي مرجع، يعني مثلا ممكن تدخل مثلا عندك كتاب معين وعايز تكتب المرجع بتاعه، بس لازم صيغة معينة، يعني ما ينفعش ان انا اكتب اسم الكتاب الاول وبعد كده اسم الكاتب وبعد كده التاريخ. لا، كل جامعة وليها الطريقة بتاعتها، فانت بتختار مثلا شيكاغو، ده الطريق اللي انت تمشي بيه. كل الابحاث اللي انت هتاخدها هتاخد المراجع بتاعتك باسلوب شيكاغو او باسلوب هارفورد، وهكذا. تروح واخده كده كوبي وتروح رايح للوورد وتقول له انا عايز احط المرجع دوت بالشكل دوت، وهكذا.